بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملايين وملايين الصلاة والسلام على الرسول الكريم على الطائفة وعلى أهل البيت سيتي وسادتي يتكون الفيديو الخاص بنا اليوم من جزئين أولا حديث جميل عن الرسول الحبيب سوف يسمع بفضل الذي أنت ويشرفني الثواب ثم بعد ذلك تصلي الفجر وشروق سيعلن الوقت فينستمع الى الحديث اولا قال ابا سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس فقم بالاشتراك في قناتنا واذا اعجبك الفيديو فلا تنس مشاركته مع اصدقائك